حول معي المودة والصداقة. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير. إلى العناوين، إساءة للرئيس الحديدي في هذه المرحلة هي إساءة للاستقرار. المشنوق يؤكد أنه ملزم بدعوة الهيئات الناخبة، ويقول الحملة ضد الرئيس الحريري لن تصل إلى أهدافها. المعارضة السورية شكلت وفدها إلى جنيف، وتقدم سريع للجيش الحر داخل مدينة الباب. 7 قتلى ومئات الجرحى في مواجهات دامية بين الأمن العراقي ومتظاهرين، والصدر يتوعد. لما علقت حالي بحبال الهواء صرت أقدر الحياة أكتر. اكتشفت أنه على العالي المشاكل بتصغر وحتى أوقات بتختفي. مساء الخير. الأسبوع الحالي ينتهي إلى استمرار البحث في صيغة لقانون الانتخابات المنتظر، وإن تعددت الاقتراحات والرؤى للصيغة المثلى للقانون العتيد، وفي ظل التأكيد على أن نهاية الشهر الحالي ستشهد ولادة القانون، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في موعد محدد لا يتجاوز 21 من شباط، مذكرا بأن شهر رمضان المبارك سيحل في حزيران المقبل، وسنكون مضطرين لإجراء الانتخابات في 21 من أيار. أما إذا تم التوصل إلى قانون جديد، فتحدث الوزير المشنوق عن إمكانية لتأجيل تقني بهدف تدريب الموظفين وشرح طبيعة القانون الجديد للناس لمعرفة كيفية الانتخاب. وفيما سيتوضح مسار الانتخابات النيابية في الأيام القليلة المقبلة في ضوء الاجتماعات والمشاورات المتلاحقة بين الأطراف المعنية، يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة غدا يتطرق فيها إلى الشأن الانتخابي، فيما ستكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري الثلاثاء المقبل موعدا لكلام واضح لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الشأن الانتخابي وفي جملة قضايا محلية وإقليمية. سوريا، توصلت المعارضة السورية إلى التوافق على تشكيلة وفدها إلى جنيف، فيما معركة تحرير مدينة الباب من داعش تقترب من نهاياتها بعدما اندفعت قوات درع الفرات أكثر فأكثر إلى الأحياء الداخلية للمدينة. أما في العراق واحتجاجا على مفوضية الانتخابات وقوانينها، فقد اندلعت صدامات بين الشرطة وأنصار التيار الصدري حصدت 7 قتلى ومئات الجرحى. البداية من كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بشأن الانتخابات، وتأكيده بأن الإساءة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري هي إساءة للاستقرار في لبنان. المستجدات على الساحة السياسية عرضها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. المشنوق وبعد اللقاء اعتبر أن الإساءة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري هي إساءة بحق الاستقرار، وأكد أن جمهور الرئيس الحريري متماسك ويقف إلى جانبه، كما تطرق المشنوق إلى ملف الانتخابات النيابية. بآخر جلسة لمجلس الوزراء كان في تفاؤل بأنه من الآن لحتى آخر الشهر بيمشي الحال، بس أنا قانونا ملزم بدعوة الهيئات الناخبة بموعد محدد لا يتجاوز 21 شباط بسبب يعني وقوع شهر رمضان المبارك بحزيران المقبل واضطرارنا إلى إجراء الانتخابات في 21 أيام، إلا إذا وضع قانون جديد وعندهم وقت. ساعتها القانون الجديد بيتضمن تمديد تقني
لتدريب الموظفين وشرح طبيعة القانون الجديد للناس. واضح انه في حملة عم تستغل اي خبر اي 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 شيء للإساءة لصورة الرئيس الحالي. انا بدي اقول بكل بساطة لبنان اوكي بلد حريات وكل واحد بيقول رأيه بالاشياء، بس هيدا مش رأي، هذا افتعال وقائع وإساءة لشخص. بدي اقول اكثر من هيك، الإساءة للرئيس الحريري في هذه المرحلة هي إساءة للاستقرار، وانا بعتقد اللي عم يتعمدوا استعمال شؤون إدارية روتينية مثل تفويض صلاحيات إدارية بسيطة لهذا المدير أو ذاك المدير ما متعمدين شيء، لأنه غير الإساءة للرئيس الحريري. وأكد المشنوق أن كل الكلام والحملات بحق الرئيس سعد الحريري لن تقدم أو تؤخر. حذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من وقوع أزمة في حال عدم الوصول إلى قانون انتخاب جديد، وأشار إلى أن حزب الله أبلغ الجميع بأن المدخل لبناء دولة حقيقية والاستعادة ثقة المواطن بدولته يكون من خلال إنجاز قانون انتخابي عادل قائم على النسبية. أضاف فضل الله عندما استبعدوا فكرة قانون انتخابي قائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، طرحنا فكرة الدوائر الموسعة والنسبية الكاملة التي تمكن المواطنين من إنتاج سلطة جديدة وتعطي المواطن حقه في اختيار ممثليه، ورأى أنه بذلك يصبح لكل صوت أهمية كبرى. من يعطل هناك من يعطل، هناك من يقول في العلن شيء وفي اللقاءات الجانبية وفي المضمر شيء آخر. إن عدم الوصول إلى قانون انتخاب جديد يعني إيصال البلد إلى أزمة حقيقية نحن بالغنى عنها في الوقت الذي تضغط المواعيد وتضغط الأيام، لأنه في استحقاقات قانونية نحن ملزمين فيها وفق القانون اللي موجود في البلد. ومن هنا دعوتنا أنه يا أخي ليش بدنا نوصل البلد للأزمة؟ تعوا من هلأ نعالج الأمور حتى إذا حتى ما نوصل للأزمة، مش بس بكرة نوصل إلى حدود الأزمة بصير نقول وقع البلد في أزمة جديدة. أكد النائب عاطف مجدلاني في حديث لبرنامج كلام بيروت أن تيار المستقبل لا يمكن أن يرضى بالنسبية الكاملة في قانون الانتخاب، لأنها وفي ظل السلاح تعكس صورة غير متجانسة مع ما يريده الشعب اللبناني. ما في دوائر، قد ما تكون الدوائر بتطمن بالنسبية الكاملة في انتصار لفريق على فريق آخر. نعم. سلفا فلذلك هذا الأمر مرفوض من تيار المستقبل. نحن لا يمكن أن نرضى بالنسبية الكاملة بظل وجود السلاح، حيث أنه السلاح ووهج السلاح عم بيسيطر على الرأي الشعبي بالكامل وما عم يسمح بأي رأي مخالف له أو معارض له، ولذلك يعني عم بيكون في رأي واحد بمناطق وعدة آراء بمناطق أخرى، فهذا الأمر لا يجوز. اتفقت المعارضة السورية بعد يومين من الاجتماعات في الرياض على تشكيلة وفدها إلى جنيف، وعينت محمد صبرة في منصب كبير المفوضين ونصر الحريري رئيسا للوفد الذي سيمثل كافة أطياف المعارضة بما فيها الأكراد. اتفقت المعارضة السورية التي اجتمعت في الرياض على تشكيل وفدها الذي سيشارك في مفاوضات جنيف المقررة في 20 من الجاري. الوفد تألف من 20 مفاوضا و20 استشاريا من قانونيين وسياسيين لدعم الفريق المفاوض، وتم الاتفاق على تعيين محمد صبرة في منصب كبير المفاوضين ونصر الحريري رئيسا للوفد. مصادر مواكبة شددت على أن المجتمعين راعوا مسألة أن يكون الجميع ممثلون في الوفد بما فيهم الأكراد والعرب والمسيحيون، بالإضافة إلى ممثلين عن معارضتي القاهرة وموسكو. وأكدت المصادر على أن مطالب الوفد تستند إلى القرارات الدولية، لسيما القرار 21-18 والقرار 22-54 وبيان جنيف 1 ولا مرجعيات أخرى. وتحضيرا لجنيف 4 دعت كازاخستان المعارضة والنظام
إلى جولة جديدة من المباحثات في العاصمة أستانا يومي 15 و16 من الجاري. وقالت وزارة الخارجية في كازاخستان إن اجتماعات أستانا ستركز على تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا. وفي المواقف أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن الوضع القائم في الغوطة الشرقية بريف دمشق يهدد المفاوضات السورية المقبلة في جنيف. ولفت دي مستورا إلى أنه أجرى اتصالات مع الروس وتركيا للمساعدة في السيطرة على الوضع. بدوره شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية، مؤكدا على مشاركة جميع أطراف الصراع في مفاوضات جنيف التي لم يبدي الكثير من التفاؤل حيالها. وفي الداخل السوري، وبعد قرابة الأسبوع على إطلاق المجلس العسكري لمدينة الباب معركة تحرير المدينة من تنظيم الدولة، اندفعت قوات درع الفرات أكثر فأكثر إلى الأحياء الداخلية للمدينة، مضيفة المزيد من النقاط لانتصاراتها وصوامع الحبوب أبرزها. الجيش السوري الحر الخطوط الدفاعية لتنظيم داعش من الجهة الغربية لمدينة الباب واندفع إلى داخلها، حيث تدور اشتباكات عنيفة وعلى محاور عدة وسط انهيارات كبيرة ومتتالية في صفوف تنظيم الدولة الإرهابي. وقالت غرفة عمليات حوار كيلس إن الفصائل المقاتلة تمكنت من السيطرة على النادي الرياضي ومبنى الحزب والصوامع وشارع زمزم ومستشفى الحكمة في مدينة الباب، سقط على أثرها قتلى. في هذه الأثناء رصدت مصادر ميدانيا انسحاب أرتال لتنظيم داعش من المدينة، وذلك مع اقتراب فصائل درع الفرات. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تأكيد قائد ميداني أن الجيش السوري الحر استقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط مدينة الباب بهدف تطهير باقي المدينة من تنظيم الدولة. في المقابل أعلن الجيش التركي عن تدميره نحو 250 هدفا للتنظيم بقصف مدفعي وجوي، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من داعش ضمن إطار عملية درع الفرات. وفي ريف حلب الشمالي سلمت قوات وحدات الحماية الكردية مدنا وبلدات عربية عدة إلى قوات الأسد، وذلك برعاية روسية. ونشرت صفحات إخبارية موالية للنظام شريط فيديو يظهر توقيع ميليشيا قوات الدفاع المحلي التابعة لقوات الأسد اتفاقا مع ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية بحضور وفد روسي. وإلى ريف دمشق، وللمرة الثالثة في أقل من أسبوع قصفت قوات الأسد مدينة عربين في الغوطة الشرقية بغاز الكلور السام، وأصيب العشرات بحالات اختناق وضيق في التنفس بعد ساعات على قصف المماثل على المدينة، حيث تسعى قوات النظام والميليشيات الموالية إلى اقتحامها والوصول إلى معاقل المعارضة في دوما. دعت منظمة العفو الدولية بشار الأسد إلى فتح أبواب سجن صيدنايا أمام المراقبين الدوليين. وردا على نفي الأسد صحة التقرير الصادر أخيرا عن المنظمة، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر إنه إذا لم يكن لدى الأسد ما يخفيه فيجب عليه أن يضمن فورا للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول إلى السجن وكل أماكن الاحتجاز الأخرى، وأن يكشف عن عدد عمليات الإعدام المنفذة في ذلك السجن. ودعا لوثر الحكومة الروسية إلى استخدام نفوذها على السلطات في دمشق لدفعها نحو السماح للمراقبين الدوليين بزيارة السجون وأماكن الاعتقال السورية. قتل 7 مدنيين وجرح العشرات خلال تظاهرة دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالقرب من المنطقة الخضراء للمطالبة بإقالة مفوضية الانتخابات المتهمة بالتلاعب في نتائج الانتخابات السابقة. قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي وحي، هكذا تعاملت قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في ساحة التحرير بالقرب من المنطقة الخضراء بدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك للمطالبة بإقالة مفوضية الانتخابات مع تغيير قوانينها وبمحاسبة الفساد ورموزه. الاعتداء على المتظاهرين جاء بعد اقترابهم من المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية، مما أدى إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة العشرات في مقابل مقتل رجل شرطة وإصابة 7 آخرين. نطالب بتغيير النبذة الفساد.
الفساد أو بذرة الفساد الأولى التي بنت عليها هذه الحكومة الفاسدة، وهي مفوضية الانتخابات الغير مستقلة. ومنعا لهدر المزيد من الدماء، دعا الصدر أنصاره إلى انسحاب تكتيكي من ساحة الاعتصام حفاظا على دماء الأبرياء وأنقاذها من أيادي الإرهاب الحكومي بحسب وصفه، محملا رئيس الحكومة حيدر العبادي المسؤولية عن إراقة الدماء ومهددا بأن رد الثوار سيكون أقوى. من جهته أمر العبادي بفتح تحقيق بالحادثة بعدما كان قد استبق التحرك الشعبي بدعوة المتظاهرين للالتزام بالقانون مع التشديد على حماية حقهم في التظاهر. أما رئيس مجلس النواب سليم الجبوري فأوضح أن البرلمان سيأخذ بعين الاعتبار جميع مطالب المتظاهرين وفق الدستور والصلاحيات، وهو ماض في محاسبة المقصرين لحين تحسن واقع البلاد وتحقيق الاستقرار فيه. كما بين أن مفوضية الانتخابات من بين من يتم مناقشة أعمالهم وتحديد موعد الاستجواب لهم واختيار المفوضية وفق التحديدات الزمنية. وتتهم مفوضية الانتخابات التي أسست عام 2007 في العراق بأنها هيئة غير مستقلة، حيث يدور الحديث عن قيامها بالتلاعب بنتائج الانتخابات السابقة، كما أنها دعت حديثا إلى تأجيل الانتخابات المقبلة بحجة عدم وجود ميزانية في الدولة. في التطورات اليمنية، القوات الشرعية والمقاومة تواصلان تقدمها، والأمم المتحدة تتخوف من أخذ المدنيين في المخا دروعا بشرية. تواصل القوات اليمنية بدعم من التحالف تقدمها في منطقة يختل شمال مديرية المخا. أما في مديرية اكتاف القريبة من صعدة، فقد استهدف طيران التحالف بغارتين مواقع للميليشيات الحوثية في منطقة المليل، كما دمرت أليتان عسكريتان للحوثيين في منطقة ذويب في مديرية حيدان شمال غرب محافظة صعدة. إلى ذلك قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، من بينهم 5 خبراء من الحرس الثوري الإيراني، في سلسلة غارات شنها طيران التحالف على مواقع للميليشيات في صعدة. وسط هذه الأجواء تخوفت الأمم المتحدة من إقدام الميليشيات الحوثية على استخدام مدنيين في مدينة المخاء الساحلية دروعا بشرية، وحذروهم من مغادرة منازلهم. وأعرب المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن القلق الشديد إزاء القتال في ميناء المخاء بمحافظة تعز خلال الأسبوعين الماضيين وتأثير ذلك على المدنيين. في المقابل، رفضت الأمم المتحدة على لسان نائب المتحدث باسمها فرحان حق هجوم الإنقلابيين الحوثيين على المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومطالبتهم بتنحيته من مهامه. يأتي هذا ردا على رسالة لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للإنقلابيين، وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قال فيها إن إدارة ولد الشيخ للمفاوضات اتسمت بميله وتعاطفه مع التحالف العربي، وأن قدرته الذاتية وكفاءته المهنية ضعيفة، وطالب الإنقلابيون بعدم التمديد لولد الشيخ لفشله في مهمته وعدم حياديته حسب تعبيرهم. وتتابعونا بعد الفاصل. ساحة النجمة تستضيف اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. والإيعات ألع غدا. في مجلس النواب انعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والنائب ميشيل موسى يمثل الرئيس نبيه بري ويؤكد أن وحدتنا تشكل المظلة لمواجهة الإرهاب والعدو. أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب نبيه بري العمل من أجل إقرار قانون انتخاب عصري، وإذ أكد دور البرلمانيين العرب في تعزيز التلاقي والتضامن العربيين، دعا إلى استعادة لبنان دوره على الساحتين العربية والدولية، وعلى أن يبقى منارة للانفتاح والتعايش الحضري. هذه المواقف جاءت في كلمة بر التي ألقاها النائب ميشيل موسى في افتتاح أعمال الدورة 21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في مجلس النواب. تمكن هذا المجلس بإرادة سياسية جامعة من انتخاب رئيس للجمهورية العماد ميشيل عون بعد 2.5 عامين من الشغور في رئاسة الأولى، وتاليا منح حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة، وها هو يعمل اليوم
مع الأطراف السياسية من أجل قانون انتخاب عصري يتيح إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بعد أشهر. ما من شك أن استعادة الوحدة على الساحة السياسية اللبنانية من شأنها أن تشكل مظلة وطنية تنعكس إيجابا على عمل القوى العسكرية والأمنية التي استمرت طوال الأعوام الماضية، عينا ساهرة على أمن البلاد سواء في مواجهات المحاولات الإرهابية التخريبية في الداخل اللبناني أو على صعيد إحباط محاولات الإرهابيين التسلل عبر الحدود الشمالية الشرقية أو باليقظة الدائمة في الجنوب لإسقاط مؤامرات العدو الإسرائيلي الطامع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية. الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكي رأى أن العمل المشترك بين الدول العربية هو العمل الأمثل، وقال لو أخذنا نموذج عمل مجلس التعاون الخليجي لرأيناه مثالا يحتذى، بخاصة إذا ما نظرنا إلى العصر الذي نحن فيه، عصر التكتلات والأحلاف إن في السياسة أو في الاقتصاد، في ظل عولمة لا تسمح للعمل الفردي أن ينجح نجاحا ذا قيمة بين على مستوى العالم. وبعد جلسة الافتتاح عقد المؤتمرون اجتماعات عمل تلا فيها الأمين العام تقريره وتقرير عن اللجان الخاصة التي اجتمعت في اليوم الأول والتحضير للمؤتمر المقبل للاتحاد البرلماني العربي. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان عزام الأيوبي وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات. أنجزت دوائر القصر الجمهوري الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس ميشيل عون إلى القاهرة وعمان الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسيلتقي عون فور وصوله إلى القاهرة نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة إبراهيم محلب قبل أن يجول على عدد من المقرات السياسية والدينية. أما في عمان فسيبحث عون مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها وتفعيل عمل اللجان المشتركة في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والزراعية والسياحية. في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الوفود المعزية بوفاة والدته على أن تتواصل التعازي غدا. وصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع تقبل التعازي بوفاة والدته السيدة ماري جعجع في معراب، وكان أبرز المعزين الرئيس ميشيل سليمان وعقيلته والسيدة لما سلام ممثلة رئيس تمام سلام، كما حضر معزيا رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ورئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري. جعجع تقبل التعازي أيضا من عدد من الوزراء والنواب والسفراء الحاضرين والسابقين ومن عدد من رؤساء النقابات والجمعيات والشخصيات الدينية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والإعلامية. وبعد الظهر أمام معراب لتأدية واجب العزاء عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والعسكرية والأمنية والدينية، كان أبرزها متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، كما زار معراب معزيا وفود شعبية من كافة المناطق اللبنانية. في مجد اليون التقت نائب بهية الحريري وفدا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، وكان تأكيد مشترك على ضرورة تحصين أمن مخيم عين الحلوة والحرص على أمن الجوار. تحصين الساحة الفلسطينية في المخيمات محور اجتماع النائب بهية الحريري مع وفد من الجبهة الديمقراطية في لبنان برئاسة علي فيصل في مجد اليون. وقد ثمنت الحريري الجهود التي تقوم بها الجبهة مع باقي الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان لا سيما مخيم عين الحلو في سبيل دعم أمن لبنان واستقراره. بذلت جهود مضنية لصيانة أمن المخيم وأمن الجوار، وقد نجحنا ونجحت مرارا بتفويت الفرصة على أي فتنة، وقد تقدمت اللجنة الأمنية بخطة كاملة لسيادة العميد خضر حمود، وهي تنتظر وتعمل جاهدة من أجل وضع آلية للتنفيذ التي تضمن نجاح هذه الخطة الأمنية بالتعاون مع الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية اللبنانية، لأنها تختزل بصراحة المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين في ضمان الأمن والاستقرار.
استقرار. وأكد فيصل ضرورة وضع خطة عمل مشتركة فلسطينية لبنانية لمواجهة أخطار التوطين والتهجير ومن أجل إحقاق حق العودة. أكد عضو المكتب السياسي في تيار مستقبل مصطفى علوش أن المهام التي كانت ملقاة على كتفي الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت أكبر من بلده، لكنه تحمل من أجل ناسه. كلام علوش جاء خلال ندوة في مكتب تيار المستقبل في طرابلس لمناسبة الذكرى 12 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. فرفيق الحريري لم يكن دقيقا عندما قال ما حد أكبر من هذا، فهو بالذات كان يعلم علم اليقين أن المهام التي كان يحملها على كتفيه أكبر بكثير من بلده، ولكنه كان يعلم أن مصير بلده مرتبط بنجاح مهماته العابرة للحدود والعابرة حتى للقارات، فتحمل الوزن من أجل ناسه، وهو كان يعلم أن العدو المتربص به وببلده يعتبر نفسه وبكل صراحة عن حق بأنه أكبر بكثير من بلده، وأنه جزء من مشروع إقليمي وأممي. ولكن رفيق الحريري كان يظن بأنه كان قادرا على إقناعه بالتضحية لمشاريع الموت والدمار النابعة من الأساطير رأفة ورحمة ببلد صغير مثقل بالجراح. تتحضر عكار لمهرجان ليعات ألع وسط تأكيد أهمية على أهمية هذا المشروع الحيوي للمنطقة. يتحضر الحراك المدني في عكار بالتعاون مع اتحاد بلديات سهل عكار لتنظيم مهرجان شعبي دعما لإعادة افتتاح وتشغيل مطار القليعات يوم الأحد في باحة معهد CIS ببلدة تل حياة. وكان تيار المستقبل قد دعا جماهيره في بيان إلى المشاركة الكثيفة في المهرجان دعما لافتتاح المطار الذي يشكل حاجة اقتصادية وسياسية وأمنية، كما دعت العديد من الأحزاب والقوى والتيار ومنظمات المجتمع المدني إلى أوسع مشاركة في مهرجان الأحد تحت عنوان القليعات ألع. كنا عايشين بظروف فراغ رئاسي بانقسام البلد، اليوم الظروف اختلفت، في عنا رئيس جمهورية، في عنا رئيس حكومة، في عنا توافق البلد، في عنا رئيس مجلس. ما مفتكر نحن رح يبخل على عكار بالإنماء، لأنه هو بيعرف ما هي قيمة الحرمان، هو وجمهوره بيعرف ما قيمة الإهمال لأنه نعانوا منه، فإن شاء الله الأمور تمشي بخير. موضوع المطار يعتبر من أولويات المطالب التي تشكل حقيقة إنماء توازنيا بمفهوم الإنماء المتوازن الذي نص عليه الدستور اللبناني. لا نخفي سرا أن قلنا أن هناك، والبعض يعرف ذلك، أن هناك رأيا سياسيا مختلفا بمكان ما قد يعيق هذه الإرادة، لكن أقول طالما أن الشعب العكاري مصر على هذا المطلب، طالما أن الشعب العكاري يؤكد على حقيته في تشغيل هذا المرفق، أقول أنه مهما طال الزمن لا بد لليل أن ينجلي ولا بد لمطار الإقلاعات أن يقلع. القيمون على التحرك يتوقعون أن يكون مهرجان يوم الأحد حاشدا نظرا لأهمية المشروع بالنسبة إلى العكاريين على اختلافهم. زار وزير الدفاع يعقوب الصراف يرافقه قائد الجيش لماجون قواجي مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث، حيث عينا سير الامتحانات الخطية للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين، واطلعا من اللجنة الفاحصة العامة ولجنة الاختبارات الخطية على التدابير التنظيمية والإدارية المتخذة لضمان إجراء الامتحانات وفق الشروط الأكاديمية والعلمية المطلوبة. وقد نوه الوزير الصراف في تعاون الجامعة اللبنانية وبجهود الضباط والأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين المشاركين في التحضير للاختبارات ومواكبة مختلف مراحلها. ناشدت لجنة المتعاقدين المجازين والمستعان بهم في التعليم الأساسي والمتعاقدين في التعليم الثانوي في الجبل، ناشدوا الجهات المعنية تحقيق مطالبهم بأسرع وقت ممكن، لا سيما تثبيتهم في ملاك وزارة التربية.
نفذت لجنة المتعاقدين المجازين والمستعان بهم في التعليم الأساسي والمتعاقدون في التعليم الثانوي في الجبل اعتصاما أمام وزارة التربية، رفع خلاله المحتجون لافتات تطالب بإنهاء ما أسموها بدعة التعاقد، مطالبين بتثبيتهم في ملاك وزارة التربية. نطالب بما يلي: إقفال باب التعاقد نهائيا، والتوظيف حسب الحاجة بشكل دوري بدلا من التعاقد حسب الأهواء دون اعتبار للكفاءة والخبرة، نزع فتيل قنبلة المستعان بهم كما وصفها معالي الوزير مروان حمادي، وإنهاء هذه البدعة المستحدثة واعتبارهم متعاقدين من تاريخ مباشرتهم التعاقد لأول مرة في التعليم الرسمي الأساسي مطلع العام الدراسي الماضي. من جهتها أعلنت لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي برئاسة فادي عبيد أنه ليس للجنة أي علاقة بالإضراب الذي نفذه الأساتذة المستعان بهم، مشيرة إلى أنها بانتظار جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل ليصار إلى توقيع العقود كما سبق ووعد وزير التربية، وبالتالي قبض المستحقات عن الفصل الدراسي الأول. أوقف الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلو الفلسطيني محمد حسون وضبط بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر مهربة إلى المجموعات الإرهابية داخل المخيم. عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة أحد الموقوفين بعدما قام بعمليات سلب وسرقة في عدة مناطق، طلبت من الذين وقعوا ضحيته الحضور إلى مركز المفرزة في بلدة بعقلين الشوفية أو التبليغ عبر الهاتف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بدعوة من السيدة رندا الحسن رئيسة مؤسسة لواء الشهيد وسام الحسن وبرعاية الوزير جمال الجراح وضمن إطار مساعداتها للطلاب المتفوقين، قدمت مؤسسة لواء الشهيد وسام الحسن جائزة منحة الشهيد الشاب محمد الشعار الذي استشهد بالانفجار الذي استهدف الوزير السابق الشهيد محمد شطح إلى الطالبة المتفوقة سارة عبد العزيز الشحادي خلال حفل في البقاع الغربي. وشكرت والدة الشهيد الشعار رئيسة المؤسسة على تخليد اسم ابنها عبر إدخال كل سنة طالب إلى الجامعة. وفي نهاية الحفل قدم والد الشهيد الحسن السيد عدنان الحسن المنحة إلى الطالبة سارة شحادي. النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. ترامب لروحاني: انتبه لنفسك. وانتهاكات إيران لحقوق الإنسان في الأحواز تابع. أهلا بكم من جديد. تسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ميدالية جورج تنت التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك لإسهاماته غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وسلم مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية مايكل بومبيو الميدالية لولي العهد الذي استقبله في الرياض بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ولي العهد السعودي أكد أن العلاقة مع أمريكا تاريخية واستراتيجية، ولن ينجح من يحاول أن يزرع إسفينا بين البلدين، وقال إن جميع الأديان السماوية تتبرأ من المعتقدات والأفعال الشيطانية للفئات الإرهابية، مبينا أن جميع الآراء الدينية والسياسية والاجتماعية السلبية التي تستخدم الدين أداة على امتداد التاريخ الإنساني لا تعبر مطلقا عن حقيقة الدين الذي تنتسب إليه أو تنسب أفعالها إليه. التوتر الأمريكي الإيراني متواصل، وترامب يحذر الروحاني، والإدارة الأمريكية تدرس خيارات عدة لإعادة إطلاق المرسوم المتعلق بحظر السفر والهجرة من 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. احترس أفضل لك. هذه الدعوة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الإيراني حسن روحاني بعدما نقلت وسائل الإعلام عن روحاني قوله إن أي شخص يهدد الإيرانيين سيندم، وذلك خلال حشد في طهران في أثناء الاحتفال بذكرى ثورة الخميني.
في المقابل وبعد يوم من رفض محكمة استئناف أمريكية إعادة العمل بحظر السفر الذي فرضته على اللاجئين بالإضافة إلى المواطنين من 7 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، تعهد الرئيس الأمريكي باتخاذ خطوات جديدة تتعلق بالأمن القومي، وعبر عن ثقته من أن المحاكم ستؤيد الأمر الذي أصدره في نهاية المطاف. ووصف ترامب الأمر الذي أصدره في 27 من الشهر الماضي بأنه ضروري للأمن القومي لمنع هجمات من متطرفين، وأضاف أن إدارته ستواصل خوض العملية القضائية، وفي نهاية المطاف سيكسب هذه القضية بالتحديد. كما قال البيت الأبيض، أشار إلى أنه لا يستبعد احتمال إعادة صياغة الأمر الذي أصدره ترامب في ضوء الإجراءات التي اتخذها قاضي اتحادي في سياتل ومحكمة استئناف في سان فرانسيسكو علقت العمل بالأمر. في أي حال، تغيير نص القرار التنفيذي لا يعني بالضرورة أن القضاء لن يتدخل مرة جديدة لإيقافه. ومن الخيارات المطروحة، بإمكان الإدارة الأمريكية أن تلجأ إلى المحكمة العليا لطلب التحكيم في القرار التنفيذي، لكن الأمر لن يكون سهلا ولن يؤدي إلى حسم سريع، كما قد ينتهي بالجمود ما دامت المحكمة تضم في الوقت الحالي 4 محافظين و4 ليبراليين. ومن الخيارات أيضا، قد تقرر المحكمة العليا الأمريكية عدم الاستماع إلى الرئيس الأمريكي، كما أن تأييد القرار التنفيذي لترامب يحتاج إلى موافقة كافة الأعضاء، وبإمكان وزارة العدل الأمريكية بأن تعيد استئناف الحكم. نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم القانون الذي يطيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي على استفتاء شعبي منتصف نيسان المقبل. وتنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 نائبا إلى 600، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما. وتتيح التعديلات للبرلمان التركي اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة أكثرية مجموع عدد النواب، كما تقضي بعدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه السياسي، إضافة إلى أنه يحق لرئيس الدولة تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين. في العاصمة النمساوية فيينا، مؤتمر حول انتهاكات إيران لحقوق الإنسان في الأحواز، وتأكيد على ضرورة طرح الملف على المحاكم الدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان. انتهاكات الدولة الإيرانية لحقوق الإنسان في الأحواز عنوان المؤتمر الذي نظمته المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان في العاصمة النمساوية، بحضور شخصيات حقوقية أكاديمية وخبراء قانونيين نمساويين وألمان وبريطانيين، وسط تغطية إعلامية عربية واسعة. المؤتمر استعرض انتهاكات إيران لحقوق الإنسان في الأحواز، إضافة إلى شهادات لناجين من أحكام الإعدام وصور وأفلام توضح طبيعة الانتهاكات. الوضع الإنساني في الأحواز وفي مناطق الشعوب الغير فارسية معروف، انتهاكات بشعة، انتهاكات يومية وبصورة مستمرة من جانب الدولة الإيرانية، بينما الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للأسف الشديد تفاعلها مع هذه الأحداث مو على مستوى جرائم إيران. حرس الثوري من جملة ما يقوم به هو تصدير الثورة الإيرانية للجيران، ونحن نشوف اليوم شو صاير في اليمن وفي العراق وفي سوريا. فإذا هذا النظام الإيراني صار يهدد للأمن والسلام الدوليين. هذه الجرائم المستمرة تطلب بأن ملف الأحواز ينتقل من قانون الدولي لحقوق الإنسان إلى قانون الدولي الإنساني، وهو تغيير مسار الملف من جنيفا إلى نيويورك. أن أهم الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال الفارسي في الأحواز هي الإعدامات العشوائية دون محاكمات عادلة، كذلك الاعتقالات العشوائية أو بالأحرى هي تكون عملية اختطاف. إضافة إلى تسليط الضوء على انتهاكات الدولة الإيرانية بحق الأحوازيين، فإن المؤتمر هدف إلى مخاطبة الرأي العام الأوروبي لدعم قضية الأحواز والتحرك الفاعل والعاجل لوقف الانتهاكات عبر طرح ملف حقوق الإنسان الأحوازي على المجلس العالمي لحقوق الإنسان والمحاكم الدولية. قال مسؤولون إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب قرابة 100 آخرين بعد أن ضرب زلزال قوي جزيرة ميندناو في جنوب الفلبين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.7 درجات وقع على عمق 10 كيلومترات شرق مدينة سوريغاو
ألحق أضرارا ببعض المباني وأدى إلى انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة. وذكرت تقارير محلية أن السكان هرعوا إلى المناطق المفتوحة وقضوا الليل في الحدائق العامة والملاجئ. أصيبت رئيسة الوزراء البولندية بجروح في حادث سير جراء اصطدام سيارتها بشجرة في منطقة كراكو جنوب البلاد. واصطدمت السيارة بسيارة يقودها شاب في 20 من عمره بدء الأمر قبل أن تصطدم بشجرة، ونقلت على الفور على متن مروحية إلى العاصمة وارسو لإجراء فحوصات طبية، فيما طمأنت السلطات بشأن صحتها قائلة أنها لم تصب بجروح خطيرة. وهذا الحادث هو الثاني من نوعه للمسؤولة البولندية في غضون أشهر قليلة. وأعلنت النيابة العامة في بولندا فتح تحقيق في حادث السير، كما دعت وزارة الداخلية إلى اجتماع عاجل لبحث مستوى حماية رئيسة الوزراء. بعد قليل نصل إلى نشرة رياضية يرافقنا فيها صبحي قبله. مساء الخير، بنبلش الاخبار الرياضيه لليله من الفوتبول بلبنان. وضمن منافسات المرحله 16 من بطوله لبنان لكره القدم، تمكن فريق الانصار من تحقيق 3 نقاط مهمه بعد الفوز على تضامن صور 2-1 بالمباراه يلي صارت على ملعب بحمدون البلدي. وكان نجم المباراه الاول مدافع الانصار حسن شعيدو الملقب بشبريكو، حيث سجل هدفي الفوز لفريقه بالمباراه بالدقيقه 17 والدقيقه 30 من الشوط الاول. وسجل الهدف الوحيد للتضامن صور نجمه العالمي رضا عنتر يلي شارك بالشوط الثاني، لكن هالهدف ما كان كافي لعودة التضامن إلى المباراة لتنتهي بفوز ثمين جدا للأنصار يلي استعاد من خلاله الثقة بعد بداية متعثرة بمرحلة الإياب. وهذا أول فوز لمدرب الأنصار الجديد سامي الشوم يلي حل بدلا من زوران يلي أقيل الأسبوع الماضي. بالمقابل تلقى نادي التضامن صور أول خسارة له تحت قيادة المدرب جمال طه اللي هو أصلا كان مدرب لنادي الأنصار سابقا. وبكرة السلة لم يواجه فريق الرياضي حامل لقب بطولة لبنان أي صعوبة وقت قدر يفوز على ضيفه الويزة وتخطاه بسهولة كتير كبيرة 118-69 بالمنارة بقاعة الرئيس صائب سليم ضمن بطولة لبنان لكرة السلة. وصعد الرياضي مؤقتا إلى المركز الثاني برصيد 30 نقطة مع 9 انتصارات و3 خسائر، وتلقى الويزة خسارته السادسة هالموسم من قصة 12 مباراة لقلوا بالدوري يلي أصبح رصيده 6 انتصارات مع 6 خسائر، وهو بالمركز الرابع مؤقتا بانتظار نتائج مباريات التضامن والمتحد. وغاب عن الجيم الأمريكي جيرون جونسون من جانب الويزة بسبب الإيقاف من قبل الاتحاد اللبناني. وكان أفضل هداف من قبل الرياضي النيجيري ألادي أمينو مع 23 نقطة 6 ريباوندز، وأضاف علي حيدر 19 نقطة و7 ريباوندز، ووائل عرقجي 17 نقطة مع 7 أسيست، وشارك من الرياضي 11 لاعب وسجلوا كلهم بالجيم. ومن جانب الويزي سجل كل من الأمريكي واندل لويس وترافيس ماكي 18 نقطة، وأضاف إلي إستفان 17 نقطة. بأوروبا حقق فريق مانشستر يونايتد فوز ثأري على ضيفه واتفورد 2-0 اليوم على استاد أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر بالجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز للفوتبول. وسجل الإسباني خوان ماتا هدف التقدم للشياطين الحمر بعد تمريرة من الفرنسي مارسيال بالدقيقة 32، وهو الهدف السادس لماتا والثاني على التوالي ب 20 مباراة هالموسم مع اليونايتد. وأضاف الفرنسي أنتوان مارسيال الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالدقيقة 60، وهو الهدف الثالث للمهاجم الفرنسي هالموسم. ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 48 نقطة لينتزع المركز الخامس من ليفربول يلي عم يلعب به هالوقت بمباراة قوية مع توتنهام. وبالمقابل تجمد رصيد واتفورد عند 30 نقطة بالمركز العاشر. بأوروبا أيضا اكتسح برشلونة مضيفه دوبورتيفو ألافيس 6-0 بالجولة 22 من الدوري الإسباني للفوتبول، وفقر البارسا من خسارته بالإياب على ملعب كامب نو بأيلول الماضي بنتيجة 2-1، كما اعتلى صدارة الليغا برصيد 48 نقطة. وتجمد رصيد ألافيس عند 27 نقطة بالمركز 12،
وافتتح لويس سواريز مهاجم البرشلونة مهرجان الأهداف بالدقيقة 37، ثم أضاف البرازيلي نيمار الهدف الثاني بالدقيقة 40، وسجل ليو ميسي الهدف الثالث بالدقيقة 60، وبالدقيقة 63 أحرز ألكسس هدف بمرمي ليعطي برشلونة الهدف الرابع، ثم سجل راكيتيتش بالدقيقة 65، واختتم سواريز الهدف الثاني لألو والسادس للبارسا بالدقيقة 67. بالـ NBA استرد جولدن ستيت ووريورز وصيف بطل الموسم الماضي اعتباره من مضيفه مانفيز كريزليز، وفاز عليه بنتيجة كبيرة 122-107 بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. مباراة كانت تاريخية للاعبه دارموند جرين يلي ما كان أفضل لاعب بالمباراة، ولكن قدر يدخل تاريخ الـ NBA وهو أول لاعب بحقق تريبل دابل من دون ما يصل للعشر نقاط بالجيم الوحدة، وأنهى جرين يلي عمره 26 سنة الجيم برصيد 4 نقاط، إلى أنه حقق 12 ريباونز 10 أسيست و10 ستيلز، ليكون بهالشي تاني لاعب بس بتاريخ الدوري من وقت اعتماد الإحصاءات بحقق على الأقل 10 ريباوند ومثلة من الأسيست والستيلز. وكان لاعب سان أنطونيو سبيرز السابق ألفين روبرتسون حقق 11 ريباوند و10 أسيست و10 ستيلز بشباط من عام 1986 ضد فينيكس سانز، وهو أضاف بوقتها 20 نقطة أيضا. هذا كان كل شيء بالرياضة لليلة، منتابع ما تبقى من النشرة مع رشا ومنير. شكرا شكرا صبحي.